ما في أجندة بلبنان خارج هالأجندة. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: الجيش يقتل أميرا داعشيا أفتى بقتل العسكريين ويعتقل عددا آخر، والعماد عون يؤكد أن لا ملاذ آمنا لهؤلاء في أي منطقة لبنانية. أن قانون الانتخابات ليس عملية حسابية. التقدمي يطرح مشروعه على أساس المختلط، أكثرية على 26 دائرة و11 دائرة نسبية بمناصفة المقاعد. فرنسا صامتة وساعات قليلة وتتحدد هوية الفائز في الجولة الأولى من السباق إلى الإليزي. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة: صيد خلية نحل تحضيرا للماراثون الدولي الأول غدا. أهلا بكم. فشل التوافق السياسي في الخروج من المأزق الانتخابي الراهن دفع الكتل إلى طرح صياغ جديدة تهدف للوصول إلى توافق حول قانون جديد للانتخاب. فبعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري نيته طرح مشروع جديد في الأيام المقبلة، كشف الحزب التقدمي الاشتراكي عن مشروع جديد لقانون الانتخاب يقوم على المختلط مع بعض التعديلات. في هذا الوقت برز الإنجاز الأمني الجديد الذي حققه الجيش عبر كشف خلية إرهابية في عرسال والقبض على أفرادها وقتل أمير في داعش أفتى بقتل العسكريين اللبنانيين. عملية أمنية نوعية نفذتها قوة من الجيش اللبناني في محلة وادي الحصن في عرسال أسفرت عن مقتل الأمير الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي وتوقيف عشرة إرهابيين. قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت في بيان لها أن قوة من الجيش نفذت فجرا عملية دهم سريعة وخاطفة في عرسال تعرضت خلالها لإطلاق نار من جانب العناصر الإرهابية، وقد ردت القوة بالمثل ما أدى إلى مقتل الأمير الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة القلمون السوري حسن المليص، وهذا الأخير كان قد شارك مع المجموعات المسلحة في مهاجمة مراكز الجيش واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي وخطف عسكريين في بلدة عرسال، كما أسفرت عن توقيف عشرة إرهابيين خطيرين كانوا قد تسللوا إليها في أوقات سابقة من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر القوة المداهمة. وأشار البيان إلى أن التحقيقات تستمر مع الموقوفين وهم السوريون فوز محمد السحلي، علاء خليل الحلبي، أحمد حسن ميمان، عبد الله عبد الكريم حسيان، أحمد فوزي السحلي ومحمد فوزي السحلي، واللبنانيون وائل ديب الفلايطي، حسين ديب الفلايطي، أحمد محمد حميد ومحمود ديب الفلايطي. إلى ذلك رفع الجيش من جهوزيته لجهة الجرود فيما تسير وحداته المنتشرة داخل البلدة دوريات مؤللة ويقيم حواجز ثابتة ومتحركة. قائد الجيش العماد جوزيف عون أكد أن العملية النوعية التي نفذتها قوة من الجيش في بلدة عرسال تثبت مرة أخرى أن لا ملاذ آمنا للإرهابيين في أي منطقة لبنانية. الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة الكاملة للجيش، وإن أي إخلال بمسيرة الأمن والاستقرار سوف يواجه بقوة وحزم. هذا ما أكده قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال تفقده ثكنة فوج المغاوير في رومية، حيث جال مطلعا على نشاطاته التدريبية ومهماته العملانية، ثم اجتمع بالضباط والعسكريين وزودهم بالتوجيهات اللازمة. العماد عون نوه بجهود عناصر الفوج وجهوزيتها الدائمة للتدخل السريع والفاعل، مشددا على تكثيف التدريب النوعي والاحترافي لرفع مستوى أداء الوحدات القتالية واستخدامها لأي سلاح أو عتاد جديد يتسلمه الجيش بمهارة عالية وإنتاجية قصوى. قائد الجيش لفت لأن العملية النوعية التي نفذتها قوة من الجيش فجرا في بلدة عرسال تثبت مرة أخرى أن لا ملاذ آمن للإرهابيين في أي منطقة لبنانية، وأن عيون الجيش قادرة على رصد أي وجود أو نشاط إرهابي والتصدي له بصورة فورية. وختم داعيا العسكريين إلى التمسك بالمناقبية والانضباط والبقاء إلى جانب المواطنين والاستعداد الدائم لمواكبة مختلف التطورات والاستحقاقات المرتقبة.
من جهته نوه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي سيران بالعملية البطولية في عرسال، مشيرا إلى أنه في مقابل ما يقوم به الجيش من واجبه بالدفاع عن لبنان يبقى على السياسيين دور الحفاظ على وحدته الوطنية. وشدد سيران على أن الأمل يبقى معقودا على الجيش وعلى قانون الانتخابي يأتي بالجمع من حيث يتمكن المجلس الجديد من معالجة القضايا كافة لتعود الحياة بشكل أفضل إلى لبنان. انتخابيا، أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي عن صيغة لقانون انتخاب يقوم على نظام المختلط، وأكد النائب غازي العريضي أن الحزب لا يريد التمديد ولا الفراغ، مذكرا بأن القانون النافذ لا يلغيه إلا قانون آخر. تقرير مع ظاهر. من القاعة نفسها التي أعلن منها المعلم كمال جنبلاط مشروع الإصلاح السياسي باسم الحركة الوطنية اللبنانية، أراد الحزب التقدمي الاشتراكي أن يعلن عن صيغة قانون انتخاب انطلاقا من كلمة النائب وليد جنبلاط في المؤتمر العام للحزب لجهة قانون يركز على حماية الوحدة الوطنية والتنوع والشراكة التامة بين الأطراف. فالنائب غازي العريض عرض لمسار النقاشات التي كان الحزب أحيانا جزءا منها، إلى أن وصلت الأمور إلى مرحلة حساسة ودقيقة أمام المهل الدستورية، وبات لبنان بحاجة إلى تحصين وحماية لا سيما في ظل المخاطر الاقتصادية التي تتهدده. فجاءت هذه الصيغة كمبادرة تأخذ بعين الاعتبار الهواجس والأفكار السابقة للأطراف. الأفكار التي قدمت إلى دولة الرئيس نبيه بري تمت ترجمتها إلى مشروع متكامل يتجاوز حدود مصلحة أو تفكير أو حساب الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة أو في مجال معين. هذا القانون يقوم على الشراكة، على احترام التنوع، وهو مبني على صيغة تأخذ بعين الاعتبار الفكرتين الأساسيتين اللتين طرحت منذ بداية النقاش، يعني نسبي أو أكثري. إذا تم التوافق حولها تشكل مدخلا إلى تطبيق اتفاق الطائف بالكامل. العريض أكد أن أحدا من الأطراف السياسية لم يطلع على تفاصيل المشروع، وهو أكد أن الحزب ليس مع التمديد ولا الفراغ قطعا، وهو أعطى مثالا على فترة ما بين العامين 72 إلى 92 التي لولا وجود مجلس النواب الممدد لما تمكنا من انتخاب رئيس للجمهورية ولا أقرينا اتفاق الطائف. وأما عن قانون الستين فأكد أنه لو أراد جنبلاط الستين لما طرحه معدلا. السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن في دولة قانون ودستور أم لا؟ نحن في دولة قانون ودستور. هل نسقط القوانين النافذة الموجودة والمعمول بها في كل حياتنا وشؤوننا اليومية لأننا لم نتفق على قوانين أخرى؟ سبق لقوى سياسية أساسية في البلد قبلنا وليست على توافق معنا أن قالت هذا الأمر، وقالت القانون النافذ يعتمد ولا يلغى قانون إلا بقانون. وأما القانون فتولى شرحه القيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي هشام نصر الدين، فلفت إلى أنه قانون مختلط بين النسبي والأكثري مقسم على الشكل التالي: أكثري 26 دائرة 64 مقعدا، ونسبي 11 دائرة 64 مقعدا. وفي حين أن دوائر النظام الأكثري هي الدوائر 26 المعتمدة في القانون الحالي، فإن دوائر النظام النسبي هي بيروت 1 تضم بيروت الأولى والثانية، بيروت 2 تضم بيروت الثالثة، عكار تضم محافظة عكار الإدارية، الشمال تضم أقضية طرابلس، المنيا، الكورة، البترون، الزغرتة وبشري، جبل لبنان الشمالي تضم قضائي كسروان وجبيل، جبل لبنان الأوسط تضم قضائي المتن الشمالي وبعبدة، جبل لبنان الجنوبي تضم قضائي الشوف وعلي، بعلبك الهرمل تضم القضائين، البقاع تضم أقضية زحل، البقاع الغربي وراشية، الجنوب تضم أقضية صيدا، الزهراني، جزين وصور، النبطية تضم أقضية النبطية بنت جبيل، حصبية ومرجعيون. يراعي توازن في التوزيع العام للمقاعد بحيث لحظة 64 مقعدا على النظام الأكثري و64 مقعدا على النظام النسبي.
كما يراعي التوازن في توزع مقاعد المذاهب والطوائف مناصفة بين الأكثر والنصف، يعني 64 بيصيروا 32 ب32. ناصر الدين كما العريضي أكد على أن من أهم ما يقدمه هذا القانون أنه يتضمن الغموض البناء. وفي أول رد فعل على طرح التقدمي، غرد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عبر تويتر قائلا: بمجرد أن يبادر الحزب التقدمي الاشتراكي في قانون الانتخاب ويقدم اقتراحا أو أفكارا بمعزل عن رأينا بها، فهذا شيء إيجابي ويشكل خطوة إلى الأمام. من جهته، أعلن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي عن تأييده أي قانون للانتخاب وفق معيار واحد يعتمد النسبية وفق الدوائر الوسطى. فرنجي وفي كلمة له أمام طلاب وخريجين من المردة أكد أن النسبية الكاملة تمنح تمثيلا صحيا وصحيحا ولا يظلم أحد، خصوصا في مسيحيي الأطراف، لافتا إلى أهمية انتشار المسيحيين على طول الخريطة اللبنانية. اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل مصطفى علوش في مقابلة مع برنامج كلام بيروت أن رئيس الجمهورية ميشيل عون امتعض من جولة حزب الله الأعلامية في الجنوب، لذلك اعتكف عن إبداء التصاريح. ذهاب وزير الدفاع اللي هو عملية من فريق رئيس الجمهورية، وقائد الجيش اللي أيضا عينه رئيس الجمهورية من حصته، بأكد أنه على الأقل المكونات الرئيسية للحكومة يعني هي اللي أخذت القرار بالقيام بهالجولة، اللي هي عمليا جولة رمزية، هي موقف رمزي. عم يأكد أيضا أنه القرار 1701 نحن ملتزمين فيه، الدولة اللبنانية ملتزمين فيه، إذا في أي أصوات نشاز أو أي حرطقات تقوم بها بعض المجموعات، وبالتأكيد بدون ما يسميها حزب الله، فهيدا لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية. من يريد أن يتغطى بعباءة الحماية الوطنية والحماية الشرعية عليه أن يستشير الشركاء بالوطن، وأنه يأخذ بنصيحتهم قبل ما أنه يبادر لحتى يخرب الدنيا كلها. تصور عدم كلام رئيس الجمهورية مش يعني تأييد له كمان، خليني أكد على أنه ربما امتعاده خلاه أنه يبتعد عن الكلام. لا شك أنه ما في رئيس ببلد معين بيقبر يكون أنه السيادة اللي هو على رأسه منتقصة. فخامة الرئيس بيعرف تماما أنه اللي عم يقوم فيه حزب الله من ألفه إلى ياءه هو انتقاص أو احتقار للسيادة الوطنية. وبعيدا عن هموم السياسة والأمن، فإن وزارة الثقافة تطلق من مدينة الشمس بعلبك الاستراتيجية الوطنية لحماية المواقع الأثرية في لبنان، والوزير غطاس خوري يؤكد ضرورة الحفاظ على المواقع الأثرية واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من المخاطر والكوارث. تزامنا مع يوم الأرض، أطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء من مدينة بعلبك الاستراتيجية الوطنية لحماية المواقع الأثرية في لبنان، برعاية وحضور وزير الثقافة غطاس خوري والنائب علي المقداد ومحافظ بعلبك والهرم البشير خضر والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوكا راند، ومدير قطاع الثقافة في اليونسكو جوزيف كريدي، ومدير عام الأثار ورئيس بلدية بعلبك، وممثلين عن السفارات والمنظمات الدولية وعدد من الخبراء وفاعليات بعلبك. وبعد عرض فيلم وثائقي عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووحدة إدارة المخاطر حول تحديد الخطر وكيفية معالجته والاستجابة له، اعتبر وزير الثقافة أن الآثار تمثل رافدا حيويا مهما للسياحة في لبنان، وأكد وجوب حمايتها من الكوارث الطبيعية والمخاطر المتعلقة بالحروب والتعديات، معلنا عن اتفاق استراتيجي بين وزارة الثقافة ومدينة بعلبك سوف ينظم علاقة وشراكة طويلة الأمد ويؤسس للمستقبل. واجبنا الاهتمام بهذه المواقع والعمل على صيانتها وترميمها والسهر على سلامتها دوريا، ولكن ذلك لا ينفي مسؤوليتنا والتخطيط واتخاذ التدابير الآيلة لتجنيبها المخاطر التي قد تسببها الكوارث الطبيعية الطارئة. هذه
المخاطر الناتجة عن العوامل الطبيعية والتي قد تؤدي إلى تدميرها كلياً أو جزئياً لا سمح الله، وهذا يحتم علينا جميعاً الاستعداد لتلافيها من خلال تقييم حجم تلك المخاطر ووضع الخطط لتدعيم تلك المواقع الأثرية وإنقاذها من الدمار. وألقيت كلمات تحدثت عن أهمية المشروع وتحويل الأزمات إلى فرص وكيفية حماية الأثار والمواقع الأثرية والثقافية والتراثية من الإهمال وتداعيات العوامل الطبيعية وغيرها، لأن هذه الأثار ترسخ الوحدة الوطنية والانتماء والهوية والتعايش وتشجع على تحسين المدن التاريخية المنتشرة في كل لبنان. وأعلن المحافظ خضر عن إنشاء غرفة عمليات في بعلبك للحد من الكوارث وإجراء دراسة تقييمية للمخاطر التي تهدد المدينة، إضافة إلى تدريب عملي تتعاون فيه كل الوزارات المعنية والأجهزة المختصة. وجال الوزير خوري والحضور في أرجاء المدينة الأثرية مطلعا على عمليات إعادة التأهيل والترميم والتي ستستكمل في مرحلتها الثانية. في تعليق على جريمة أميون، أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم أن أهل البلدة يترحمون على ابن مشمش محمد الضناوي الذي قتلته أمس مجموعة من الحزب السوري القومي الاجتماعي. أضاف: لن تغير هذه الجريمة في صورة البلدة التي ستبقى رمز المحبة والسلام والالتقاء والحضارة والعلم مهما عبث بها الهمجيون. في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية ومع المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، آفاق جديدة تفتح للبنان وللعالم العربي، وهذه المرة عن طريق الصين. يسعى لبنان لإيجاد أسواق اقتصادية جديدة، وللغاية يسخر كل الجهود والعلاقات الدبلوماسية. الصين هي الوجهة الجديدة لاقتصادي لبنان عبر تفعيل العلاقات الثنائية. وفي هذا الإطار تأتي مبادرة الرئيس الصيني المعروفة بطريق الحرير، وتنفيذا للمبادرة عقد لقاء اقتصادي عربي صيني في مبنى عدنان القصار في بيروت. نأمل بأن التعاون مع مجلس ترويج التجارة الخارجية سيكون أحد الوسائل القيمة لتفعيل الرؤية الاقتصادية لطريق الحرير. اليوم ندعو جمهورية الصين الشعبية للاستفادة من موقع لبنان الاستراتيجي وموارده البشرية الفاعلة والفعالة وعنصر الأمان الذي يحظى به بلدنا بالذات دون سواه من الدول المجاورة في المنطقة. الوفد الصيني المتمثل بالمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية أو ما يعرف بCCPIT انتقل إلى اتحاد المصارف العربية، حيث وقع اتفاقية تعاون مع رئيس الاتحاد الشيخ الجراح الصباح ورئيس الهيئة التنفيذية في الاتحاد الدكتور جوزيف توربي والأمين العام للاتحاد المصارف العربية وسام فتوح. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في إدلب. أهلا بكم من جديد. تتجه الأنظار غدا نحو فرنسا، حيث ستنطلق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس الثامن للجمهورية الخامسة، ويدلي نحو 47 مليون ناخب في 67 ألف مركز اقتراع بأصواتهم وسط إجراءات أمنية لم تشهدها فرنسا من قبل وفي ظل حالة الطوارئ. صمت انتخابي في فرنسا استعدادا للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد في ظل حالة استنفار أمني مع نشر 50,000 شرطي ودركي و7,000 عسكري. مراكز الاقتراع استكملت استعداداتها لاستقبال الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند دعا الفرنسيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع وأكد أنه سيتم عمل كل شيء لتأمين العملية. استطلاعات الرأي الأخيرة توقعت
أن تشهد الانتخابات عزوفا لافتا من الناخبين، وأشارت إلى أن نسبة المشاركة لن تتجاوز 25%، وتنحصر المنافسة على الحصول على مقعد للدور الثاني في 7 من أيار المقبل بين 4 مرشحين من أصل 11، وهم مرشح الوسط إيمانويل ماكرون، ومرشح أقصى اليمين مارين لوبان، ومرشح اليمين فرانسوا فيون، ثم مرشح أقصى اليسار جون لوك ميلانشون. وسط هذه الأجواء وغداة اعتداء الشانزليزي برز سؤال رئيس حول آثار الهجوم على الانتخابات الرئاسية التي لم تتأثر في السابق بأي اعتداء كما حصل في العام 2012، إلا أن الوضع الآن يختلف حيث تعيش باريس تحت ضغط حالة الطوارئ في ضوء الهجمات الواسعة النطاق التي تعرضت لها فرنسا من شارلي إبدو وسلسلة اعتداءات باريس عام 2015، وفيما لم تصدر تعليقات من المرشحين، إلا أن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان صعدت من اللهجة مؤكدة أن أول إجراء ستتخذه في حال انتخابها هو طرد كل الأجانب الواردة أسماؤهم على قائمة المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب أو إمكانية تحولهم إلى القيام بنشاطات إرهابية. بدوره ركز فرانسوا فيون مرشح اليمين التقليدي على مكافحة التطرف الإسلامي في حملته الانتخابية منذ البداية، معتبرا أن الأصولية الإسلامية هي الخطر الكبير الذي يهدد فرنسا وينبغي التصدي له. في المقابل ركز إيمانويل ماكرون مرشح الوسط على العموميات مكتفيا بالدعوة إلى عدم الانسياق وراء مشاعر الخوف والذعر، وتبقى الساعات المقبلة كفيلة بإبراز أي اتجاه سيسير فيه الناخب الفرنسي. في الجديد السوري، اتفاق أمريكي روسي مبدئي للتحقيق بمذبحة خان شيخون، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا يحذر من وقوع كارثة وشيكة في إدلب. أحاط رئيس لجنة تقصي الحقائق في سوريا باولو بينيرو مجلس الأمن الدولي علما بما توفر من معلومات رسمية بشأن الهجوم الكيميائي على خان شيخون في ريف إدلب. وأبلغ بينيرو مجلس الأمن بأن خان شيخون تعرضت في 4 نيسان الحالي لسلسلة ضربات جوية تزامنت مع إطلاق مادة كيميائية من دون أن يحدد الجهة التي نفذت الضربات. ولفت بينيرو إلى أن النظام السوري والقوات الموالية له قصفت المدارس والمستشفيات والأسواق ومحطات المياه في الأشهر الأخيرة محذرة من وقوع كارثة وشيكة في إدلب. وتزامنت معلومات لجنة تقصي الحقائق مع اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع نظيره الروسي سيرجي لافروف الذي أكد دعمه آلية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية القائمة للتحقيق في هجوم خان شيخون. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا عبرت للولايات المتحدة عن أسفها بسبب معارضة واشنطن السماح لمفتشين روس بالمشاركة في التحقيق. وفيما كان مجلس الأمن يبحث الهجوم الكيميائي على خان شيخون في ريف إدلب، تعرضت المدينة لسلسلة غارات ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، ولكن هذه المرة بالبراميل المتفجرة. القصف طاول أيضا محافظة حلب، فقتل وجرح عدد من المدنيين في بلدة دارة عزة، وأغار الطيران السوري والروسي على بلدات في وسط وغرب المحافظة، ما تسبب بخروج خزان المياه الرئيسي عن الخدمة وتضرر الخط الأرضي للمياه المغذي للمنطقة الشمالية. كما اندلعت الشباكات بين القوات الموالية للنظام وبين المعارضة على أكثر من جبهة في حلب. أما في الرقة فقتل عدد من مسلحي داعش وعناصر قوات سوريا الديمقراطية بعد اشتباكات بين الطرفين في الريف الغربي. أكدت الولايات المتحدة الأنباء التي تحدثت عن عملية إنزال في البوكمال، لافتة إلى أن العملية أدت إلى مقتل مساعد مقرب لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وارتبط اسمه بهجوم على مطعم في تركيا قتل في خلاله نحو 40 شخصا. وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية إن عبد الرحمن الأوزبكي والذي يعتقد أنه من أوزبكستان قتل في هجوم بري قرب مدينة الميادين في سوريا في 6 نيسان الجاري. وقال توماس هذا كل ما نريد أن نقوله عن هذا الأمر، رافضا الإدلاء بالمزيد من التعليقات، مؤكدا أن الأوزبكي لم يقتل في غارة جوية.
رفض الأردن التصريحات التي أطلقها رئيس النظام السوري بشار الأسد في حواره مع وكالة سبوتينغ الروسية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الممني إن تصريحات الأسد مرفوضة، وأضاف إن حديث الأسد يدل على حجم التقدير الخطير الخاطئ لواقع الأزمة السورية، داعيا إياه إلى إعطاء الأمل للشعب السوري وجلب الاستقرار لبلاده بدلا من كيل الاتهامات. قتل وجرح العشرات من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في معارك مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز. وأفادت مصادر بأن معارك عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية وبين المسلحين الحوثيين وقوات صالح شرق تعز. وتحدثت المصادر عن قصف الحوثيين وقوات صالح بالمدفعية أحياء سكنية شرق ووسط مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة 7 آخرين. يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم غد الأحد زيارة إلى المملكة العربية السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث ستعقد قمة مصرية سعودية تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وقالت الرئاسة المصرية إن الزيارة سيتم خلالها التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب الذي بات يمثل تهديدا لأمن واستقرار الأمة العربية والمجتمع الدولي بأكمله. وتتابعون بعد الفاصل. يوم توعوي للتذكير بقانون السير الجديد. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. عملية نوعية للجيش في عرسال وتوقيف 10 إرهابيين. قائد الجيش يؤكد أن لا ملاذ آمن لهؤلاء في أي منطقة لبنانية. التقدم يطرح مشروع قانون انتخاب على أساس المختلط. تنفذ مفارز السير في قوى الأمن الداخلي لمناسبة مرور عامين على تطبيق قانون السير الجديد يوما توعويا على مختلف الأراضي اللبنانية، بهدف حث المواطنين على استمرارية التقيد والالتزام بالقانون ولتخفيض الحوادث المرورية، وذلك بهدف تخفيض عدد الضحايا وإنقاذا لأرواحهم وأرواح الآخرين ولما فيه من المصلحة العامة. وتقوم مفارز السير بتوزيع المنشورات التوعوية على المواطنين. أرض الجنوب التي يستعملها حزب الله في كل مرة لإيصال رسائل إلى الداخل والخارج يحاول أيضا السيطرة عليها اجتماعيا وتغيير عادات ونمط حياة أهلها. فبالتوازي مع الأعراض الحدودية التي جرت قبل أيام، استياء من بيئة الحزب من حفلة أقامتها جامعة الـ AUCE في النبطية. أثارت مشاهد الفرح والرقص والموسيقى هذه خلال يوم مفتوح نظمته جامعة AUCE استياء ما يعرف بالبيئة الحاضنة لحزب الله في مدينة النبطية. هذه البيئة عبرت على مواقع التواصل عن رفضها لثقافة الحياة، فكتب أحد مناصري الحزب على صفحته: عندما تتحول أشرف وأطهر بقعة في جبل الصمود والمقاومة جبل عامل إلى أرض يسرح ويمرح بها عبادة الشياطين. الاستياء من حفل جامعي عنوانه الفرح عكسه أيضا موقع جنوبنا الذي نشر مقال بعنوان جامعة المرقس AUCE، ومما جاء فيه: هناك أيضا من يسأل هل باتت سياسة الترغيب على هذا الشكل لجذب الطلاب؟ بعيدا عن كل هذا، يقول شاهد عيان إن بعض الطلاب اشتروا مشروبات روحية وشربوها ثم دخلوا. هذه الحملة على الجامعة دفاعا عن مدينة الشهداء كما وصفها مناصرو حزب الله قابلتها حملة مضادة عنوانها النبطية ليست إمارة. وتحت هذا الهاشتاج الذي انتشر على الفيسبوك عبر الكثير من شباب النبطية والجنوب عن رفضهم للحملات المنظمة ضد الفرح والحياة، فكتبوا: ثقافتنا ثقافة فرح، شو بشع الحياة دون موسيقى ورقص، الفرح بطول العمر ونحن شعب ما بيموت، الموسيقى نمط حياة، وغيرها من التعليقات الرافضة لمحاولات حزب الله وجمهوره فرض ثقافة معينة على أهالي الجنوب الذين رغم كل ما مر به من حروب واحتلال لا يزالون يحبون الحياة والموسيقى والفرح.
في الأحوال الجوية تستمر الكتل الهوائية الحارة بالتأثير على لبنان اليوم مع ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، فتبقى فوق معدلاتها الموسمية بحوالي 9 درجات لتنحسر غدا مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة. هذا الطقس الحار في النهار والبارد في الليل حير اللبنانيين الذين يتوقون إلى الاستمتاع بأشعة الشمس. تقرير غيدة الجبيلي. بالحيرة وقع اللبنانيون فريسة الطقس المتقلب. الشتاء وعواصفه مر وإن لم يكن مرور الكرام، وها هي الحرارة المنخفضة تدفع بعشاق البحر للاستمتاع بأشعة الشمس والسباحة. العالم كله مصيفة والشمس كتير حلوة وخارج بحر يعني اليوم صراحة. بس عم بصير شي الساعة 7 عم تعطي سقعة، مغير أكيد تقلبات، في تقلبات بالجو. ونحن من النوع اللي محبين البحر، يعني إذا بصحنا لو الحرارة 20 بننزل. اشتقت ايه اكيد للبرونزاج وللبحر، بس للشوبات وعرق لا. فبعد الكتل الهوائية الجافة والدافئة الآتية من شبه الجزيرة العربية، سيحل منخفض جوي يتمركز حاليا فوق اليونان مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا مع بداية الأسبوع المقبل. درجة الحرارة ارتفعت مسبقا اليوم، وصلت تقريبا بحدود 30 درجة بمناطق البقعة الداخلي بزحلة ومرج عيون، بالمناطق الجبلية كمان لمس 29 أو 28 درجة، وكذلك الأمر على الساحل. رح تستمر بكرة، ممكن بكرة ممكن ترتفع درجة الحرارة بشكل إضافي عن اليوم، يعني ممكن تطل 30 31 درجة المناطق الساحلية وأكثر شوي بالمناطق الداخلية. إنما هذا الشيء منه استثنائي، سبق واعتدنا عليه بخلال هاي الفترة من السنة، ممكن نشوف الجو معبئ عبوء، إنما رمال أو غبار مش واردة خلال هودي اليومين. خلال يوم الأحد حتنخفض درجات الحرارة، وأكيد هذا الشيء راح يمنح إحساس أفضل، راح يكون طقس مبورد نسبيا لما كان عليه اليوم بكرة. ممكن نشهد بعض الأمطار المتفرقة والخفيفة. رسميا بعد موسم المطر ما خلص، ما بدي أقول الشتوية، موسم المطر ما خلص لأنه يمتد من شهر أيلول لغاية شهر أيار. عادة ما يحذر الأطباء في فصل الربيع من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، فيما تؤثر التقلبات المناخية على صحة المواطنين. الناس اللي عندهم نوع من التحسس بالمجاري التنفسية بيتأثروا كتير بتغيير الطقس، نحن بنسميه مثل فيزو موتور أو نون ألرجيك راينيتس. بحسوا حالهم مرضى، بحسوا حالهم كأنهم مجربين عندهم فيروس، بس ما بتكون مرض، بتكون حالة ردة فعل مناعة مثل نوع من حساسية عم بيحسوها، وبتأدي لشعور بالمرض أو بالسخونة أكتر. هول النوع من الناس اكيد بفضل انه يتفادوا ينزلوا هلا لانه بده ينزعجوا، اما الناس اللي ما عندهم تحسس او ما عندهم رده فعل مناعيه نتيجه تغيير الطقس نيالهم بينزلوا على البحر. يبقى الربيع ملك التقلبات المناخيه الذي يحمل في طياته الامل في ازاله الاعباء التي يعاني منها لبنان واللبنانيون. عائله لبنانيه شماليه تحافظ على انتاج ماء الزهر بالطريقه التقليديه. بسام بلوط وزوجته فاطمة المقيمان في قرية القلمون الشمالية ينتظران كل عام بشغف قدوم فصل الربيع وبدء موسم إزهار أشجار الموالح. ففي هذا الوقت يجمع بسام وفاطمة الزهر من أشجار الليمون والبرتقال في بستانهما ويقطرانها لإنتاج ماء الزهر، ويستأجر الزوجان وهما في الخمسينيات من العمر عمالا من منطقة عكار القريبة لمساعدتهما في قطف الزهر. نجيب شغيلة من عكار، منفوتهم على الليمون على الفساتين، بيطلعوا على الثياب بيصيروا ينقوا زهرة زهرة، لأنه زهر التطلي غير زهر المزهر. زهر التطلي لازم يكون كبير، المزهر بيمشوا ماشي بفرطوه وإيش ما بدهم فين يعملوا. بعد تحويشه بيجيبوا لنا والهان من نقيه. نشأ كل من بسام وفاطمة في القلمون وتعلما صناعة ماء الزهر ومربى الزهر من آبائهما وأجدادهما. نعمل كمان مي زهر ومربى الزهر، يعني له فوائد نتنا. مربى الزهر بيستعملوها للحلو للحلويات، والمي زهر كمان بيستعملوها للحلويات ولوجع البطن ولوجع كل شيء لكل الأوجاع، يعني بغنى عن الدواء اللي بيجيبوه هيدا من الصيدلية. يبيع بسام وفاطمة عبوات ماء الزهر بأسعار تتراوح بين 15,000 و 70,000 ليرة لبنانية وفقا لحجم القارورة. تتابعونا في النشرة بعد الفاصل. تظاهرات للأحوازيين في ألمانيا للفت أنظار العالم.
أهلا بكم من جديد. تظاهرات حاشدة في برلين للفت أنظار العالم إلى قضية احتلال إيران للأحواز العربية ودعوات لتصعيد التحركات ضد نظام الملال الإيراني. واحد واحد واحد، الشعب العربي واحد. بمناسبة ذكرى احتلال الأحواز من قبل إيران الذي تجاوز 92 عاما، تظاهر عدد كبير من الأحوازيين العرب وأبناء الشعوب غير الفارسية في العاصمة الألمانية. المتظاهرون الذي جابوا شوارع برلين في مسيرة حاشدة لفتت أنظار سكان العاصمة، طالبوا المجتمع الدولي بالوقوف بجانبهم لإنهاء الاحتلال الإيراني للأحواز من خلال دعم نضال الشعب العربي الأحوازي على الصعد كافة. نقف اليوم كأحوازيين ومع أخوتنا العرب أمام البرلمان الألماني لنصل رسالة أنه النظام الإيراني نظام إرهابي ويدعم الإرهاب في العالم. الجالية الأحوازية في ألمانيا وهي الجهة المنظمة للتظاهرة أعلنت أن أحرار العالم أصدقاء القضية الأحوازية والقضايا الإنسانية هم اليوم أمام مسؤولية إنسانية وقانونية كبرى، ألا وهي مساندة القضية الأحوازية وإنقاذ الشعب العربي الأحوازي من آلة القمع والاضطهاد التي تمارسها السلطات الإيرانية ضده منذ أكثر من 9 عقود. اجتمعنا هنا أمام البرلمان الألماني لنندد بسياسات الاحتلال الفارسي وأيضا لنعلن أمام العالم أجمع على أن الشعب العربي الأحوازي لا زال ثائرا، لا زال مقاوما، يرفض كل السياسات العدوانية التي يقوم بها الاحتلال الفارسي بحق الشعب العربي الأحوازي. وفي المناسبة ذاتها أصدرت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بيانا لاحظت فيها أن المحتل فشلا ذريعا في تحقيق كل أهدافه في الأحواز، وأكدت أنها تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف. وطالبت الحركة الأحوازيين بتصعيد النضال في هذه المرحلة التي تشهد فيها الدولة الفارسية انحصارا سياسيا يكاد أن يجردها من حلفائها ويجعلها دولة خطرة على السلم العالمي، ودعت إلى استغلال الفرص بالعمل المفيد والناجز البعيد عن المناكفات والمناطحات السياسية الانصرافية التي لا طائل منها سوى اللهاث وراء المصالح الضيقة بضيق أفق أصحابها. في شأن متصل أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن النظام في طهران ما زال مستمرا بالأنشطة النووية المحظورة بهدف صنع قنبلة نووية على الرغم من الاتفاق النووي. وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن كشف المجلس عن مركز جديد لأبحاث تقنية للسلاح النووي في موقع بارتشين العسكري. وقال المجلس إن معلومات موثقة حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد أشارت إلى أن هيكلية مؤسسة التخطيط لمشروع القنبلة النووية بقيت على حالها بعد الاتفاق، وهناك موقع جديد يرتبط بالمشروع النووي بقي مخفيا وبعيدا عن الأنظار. تبنى تنظيم داعش الهجوم داخل مقر الاستخبارات الروسية في خاباروفسك بأقصى الشرق الروسي وأدى إلى مقتل شخصين. ووفقا لموقع السايت الأمريكي الذي يعنى بمتابعة نشاط المتطرفين، وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش أعلنت أن مساحا من التنظيم من التنظيم هاجم مكتبا للمخابرات الروسية الاتحادية في مدينة خاباروفسك شرق روسيا وقتل 3 وأصاب آخرين. وكانت وكالة الاستخبارات الداخلية الرئيسية أعلنت أن المهاجم اسمه مرتبط بمجموعة من النازيين الجدد. 140 قتيلا من القوات الأفغانية في مدينة مزار الشريف في هجوم لمسلحي حركة طالبان على قاعدة للجيش، ويتخوف المسؤولون من ارتفاع عدد الضحايا. وفيما لم تصدر الحكومة أي بيان رسمي بعدد الضحايا، قال مسؤولون إن 10 مسلحين من حركة طالبان يرتدون زي الجيش ويستقلون عربات تابعة للجيش دخلوا إلى القاعدة العسكرية وأطلقوا النار على الجنود. وقال المتحدث باسم طالبان إن الهجوم يأتي ردا على مقتل عدد كبير من قادة الحركة شمال أفغانستان في الآونة الأخيرة. وسط تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية، أعلنت البحرية الأمريكية أنها أمرت قوة بحرية ضاربة بقيادة حاملة الطائرات كارل فينسون بالإبحار باتجاه شبه الجزيرة الكورية. وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن حاملة الطائرات USS كارل فينسون والقطعة المرافقة لها
ستكون في بحر اليابان خلال أيام قبل نهاية الشهر الحالي. وقال إن واشنطن تعتقد أن هناك إمكانية لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية. حذرت الأمم المتحدة من إمكانية وقوع حادث نووي كارثي مع زيادة التوتر العالمي وتصاعد حدة حروب الإنترنت المعروفة بالحرب السيبرانية، وفق ما ذكرت صحيفة تيليغراف البريطانية. التقرير الشامل الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح رسم صورة متشائمة وقائمة للتهديدات التي تواجه العالم، وأشار إلى أن عدم استخدام الأسلحة النووية منذ هيروشيما وناغازاكي لا يمكن أن يفسر كدليل على أن احتمال وقوع حادث نووي ضئيل. وذكر التقرير أن هذا التهديد ارتفع بسبب الصناعة المتزايدة لأنظمة الأسلحة والسيطرة عليها من قبل القوى العالمية، مؤكدا أن الخطر قائم وعندما سينفذ الحظ فإن النتائج ستكون كارثية. كما حث التقرير الدول على عدم التفكير في خطط جديدة لتطوير الأنظمة النووية والعمل على تخفيف حدة التوتر في المشهد الأمني الدولي. تهدد التظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا احتجاجا على التدهور الاقتصادي وسلطوية الدولة تهدد مستقبل الرئيس الفنزويلي، وعمدت قوة الأمن إلى الرد بقوة على موجة المظاهرات التي اجتاحت معظم مدن البلاد وأسفرت عن مصرع 11 شخصا. قالت النيابة العامة إن بعضهم قضى بسبب صعقهم بالتيار الكهربائي والبعض الآخر بالرصاص. تتابعون في الرياضة بعد الفاصل. المحكمة الرياضية الإسبانية تحدد مصير نيمار في الكلاسيكو الليلة. أهلا بكم من جديد، ووصلنا إلى النشرة الرياضية مع صبحي. مرحبا مشاهدينا، البداية رح تكون من الأخبار المحلية، حيث استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم ببيت الوسط وفد من جمعية رياضيو عكر برئاسة رئيس الجمعية عمر عائشة، بحضور منسق قطاع الرياضة بتيار المستقبل حسام الدين زبيبو. وقد أطلع الوفد الرئيس الحريري على التحضيرات الجارية لإقامة نصف ماراثون عكار يلي بتنظمه الجمعية ب 30 من الشهر الحالي وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. وسلم الوفد الرئيس الحريري قميص السباق ودرع تقديرية لجهوده ودعما أكيد للنشاطات اللي عم تقوم فيها الجمعية بعكار وشمال. كمان امبارح محليا بقي فريق الاخاء الاهلي عليه ضمن انديه الدرجه الاولى بعد ما قدر يفوز على الشباب الساحل بنتيجه 2-1 بقمه الجوله الاخيره من بطوله لبنان للفوتبول اللي اقيمت على ملعب العهد بطريق المطار، في حين هبط شباب الساحل برفقه الاجتماعي الى انديه الدرجه الثانيه، واستغل الاخاء الاخطاء الدفاعيه الكارثيه يلي ارتكبها دفاع فريق شباب الساحل ليسجل هدفين سريعين بالدقيقه 22 عن طريق احمد حجازي وألكسي خزاقة بالدقيقة 24. وبهالشي وجه ضربة قوية لأبناء المدرب مالك حسون، وانتظر الساحل حتى الدقيقة 73 ليسجل هدف تقليص الفارق عن طريق المدافع محمد حمود وعن طريق أيضا خطأ بمرمى فريقه. وبمباراة تانية فاز طرابلس على جاره الاجتماعي بنتيجة 6-3، وهو أكيد ضمن بقائه بأندية الدرجة الأولى. بصيدا بكرة تدابير سير لمواكبة نهار الماراثون الطويل، التفاصيل من تبع سوا بهالتقرير. صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي: بتاريخ 23/4/2017 سيقام ماراثون صيدا الدولي بمشاركة حوالي 15,000 مشترك، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير على النحو التالي: منع وقوف السيارات ابتداء من الساعة 6 الصبح بتاريخ 22/4/2017 أي نهار السبت، ومنع مرور السير بالاتجاهين من الساعة 0 من تاريخ 23/4/2017 وحتى الساعة 3 بعد الظهر من نفس التاريخ، وذلك على الطرقات التالية:
الكورنيش البحري من محل الجسر الأول مرورا باستراحة صيدا حديقة السعودي، من دوار أكبر علم باتجاه ساحة النجمة، السوق التجاري، الشاكرية، شارع الجبانة، محلات النتوت، البواب الفوقة، نزلة صيدون، ساحة الشهداء، مفرق مدرسة الإصلاح، دوار الساعة حتى بنك عودة سابقا، وصولا إلى دوار الرهبات حتى مفرق شركة الغاز، جسر سيني، كورنيش الغازية، ونصب بلال فحص لغاية العقبية. أيضا داخل مدينة صيدا الخط الممتد من عائل إخوان سابقا لغاية مستشفى حمود، ساحة القدس، ساحة الشهداء، شارع دلاعة، دوار أبو الدراع، شارع مسجد الروضة، دوار السعودي، حي البراد، ثانوية البزرة، ومتوسطة معروف سعد، والكورنيش البحري. فيرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة بالمكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام. وعشية انطلاق سباق ماراثون صيدا الدولي الأول، قدمت جمعية صيدا انترناشنال ماراثون بمؤتمر صحفي عقد بجراند سينما بسبوت صيدا العدائين الأجانب والمحليين المحترفين يلي رح يشاركوا بسباق 42.195 كيلومتر، وهالشي ضمن أكيد ماراثون صيدا الدولي اللي تحت شعار نركض للتنمية والسلام. واستهل المؤتمر الصحفي بكلمة من أمين السر للجمعية الدكتور أسامة أرناؤوط يلي رحب فيها بالعدائين الحاضرين، ثم كانت كلمة لرئيس الجمعية الدكتور ناصر حمود يلي أكد أنه الجميع حاضر لها المهمة والجميع فخور أنه صيدا ومنطقتها رح تستضيف لأول مرة نخبة من العدائين الدوليين، ثم كانت كلمة لمدير عام السباق مروان عرابي أكد فيها على الجهوزية التقنية واللوجستية للسباق، ثم عرف مدير السباق الاحترافي الدكتور أحمد خليفة بالعدائين المحترفين الأجانب واللبنانيين وعددهم نحو 20 مصنفين دوليا من كينيا، أثيوبيا، المغرب، جزائر، مصر والأردن والعراق وسوريا، بالإضافة إلى لبنان يلي رح يتمثل بالسباق الاحترافي بعدائين من الجيش والمنتخب اللبناني. بأوروبا رح تجتمع المحكمة الرياضية سريعا خلال الساعات المقبلة لأخذ القرار النهائي بحق اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة وإمكانية مشاركته بمباراة الكلاسيكو بكرة. وأشارت صحيفة موندو دوبورتيفو الكتالونية إلى أن موعد الكلاسيكو رح يكون بكرة على ملعب سانتياغو برنابيو، وهو ما دفع بالمحكمة الرياضية للدعوة لاجتماع عاجل لأخذ القرار النهائي والحاسم بشأن مشاركة اللاعب. نذكر أن اللاعب البرازيلي نيمار كان قد تم إيقافه لمدة 3 مباريات من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، وبدأ الإيقاف فعلا من مباراة ريال سوسيداد الماضية بالليغا. بالNBA عاد بوستن سالتكس إلى السكة الصحيحة ليفوز بالمباراة الثالثة بعد خسارتين ضمن سلسلة البلاي أوفز بالمجموعة الشرقية من دوري رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية يلي بتجمع مع شيكاغو بولز، وفاز بفارق 17 نقطة وبنتيجة 104-87 بعد ما تقدم بوستن بفارق 3 نقاط مع نهاية الكوارتر الأول من المباراة والهاف الأول بنتيجة 41-44 قبل ما ينجح السلتكس من المحافظة على تقدمه وإنهاء المباراة بنتيجة 104-87. وكان آل هارفورد أفضل مسجل لبوستن ب 18 نقطة بينما سجل النجم دوين ويد 18 نقطة لشيكاغو بولز. بالمقابل استمر نجم نادي أوكلاهوما سيتي ثاندرز راسل واستبروك بتقديم موسمه الاستثنائي بالNBA وحقق تريبل دبل للمرة الثانية على التوالي بالبلاي أوفز بالمجموعة الغربية من دوري رابطة محترفي كرة السلة الأمريكية، وهالمباريات اللي عم تجمع الثاندرز مع هيوستن روكتس، وقدر يفوز فريقه على الروكتس وبنتيجة 115-113. وكان واستبروك قد نجح بتسجيل 32 نقطة 13 ريباوند و11 أسيست بالمباراة الثالثة من البلاي أوفز ليعطي فريقه أول فوز بهالسيري. هيدا كان كل شيء بالرياضة لبعد الظهر، أكيد المزيد رح يكون على نشرة 7:30 من هون لوقت إلى اللقاء. تذكير بعناوين النشرة: الجيش يقتل أميرا داعشيا أفتى بقتل العسكريين ويعتقل عددا آخر، والعماد عون يؤكد أن لا ملاذ آمن لهؤلاء في أي منطقة لبنانية. أن قانون الانتخابات ليس عملية حسابية. التقدمي يطرح مشروعه على أساس المختلط، أكثري على 26 دائرة و11 دائرة نسبية بمناصفة المقاعد.
فرنسا صامتة وساعات قليلة وتتحدد هوية الفائز في الجولة الأولى من السباق إلى الإليزي. وتابعنا في الرياضة صيدا خلية نحل تحضيرا للماراثون الدولي الأول غدا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء. ما في أجندة بلبنان خارج هالأجندة.